العب العب، ده انت هتتقطع. محبوسة ولا 31؟ لا يا حبيبي، ختيار. ختيار؟ ايه الختيار دي؟ يعني الشايب المصري. شايب؟ ده انت اللي شايب. ايه ده؟ جالي رسالة من البنك، ده المرتب نزل. وشك حلو. العب العب. بطلت العب. ده اللي بيحصل كل اسبوع مع البرازيلي نيمار، لاعب الهلال السعودي اغنى عاطل في التاريخ. نيمار المصاب من حوالي 11 شهر بيتحول له راتب من فريقه يقدر بحوالي 2,650,000 جنيه استرليني اسبوعيا. ده مش كلامي، ده كلام موقع سبورت فايبل الانجليزي اللي قال ان نيمار حتى الان جمع اكتر من 143 مليون جنيه استرليني خلال 54 اسبوع قضاها في الهلال، اللي هم تقريبا سنه واسبوعين. طب هو لعب في السنه واسبوعين دول قد ايه؟ اقل من 20 يوم. طب هو نيمار تعافى من الاصابه؟ المفروض، لان الصليبي بيحتاج من 6 ل 9 شهور وهو بقاله 11 شهر. طب ما الدوري السعودي بدا، ليه مش بيشارك؟ علشان مش جاهز، ومحدش عارف امتى هيكون جاهز. لدرجة ان التقارير السعودية قالت ان مدرب الهلال جيسوس غالبا هيستبعد اسم نيمار من قائمة الفريق، وهيرجع يسجله تاني في الانتقالات الشتوية في يناير. وقتها هيكون فاضل في عقد نيمار 5 شهور بس وينتهي، ومفيش في العقد خيار تمديد. وطبعا مش عايز افكرك ان نيمار هو اغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي، لما اشترى الهلال من باريس ب 90 مليون يورو، ده غير راتبه الاسبوعي. فاكره؟